أجرى الرئيس سعد الحريري مباحثات مع الرئيس فرانسوا هولاند في قصر الإليزي، تناولت عدد من الملفات وفي طليعتها العلاقات اللبنانية الفرنسية والأزمة في سوريا. وبعد لقائه بالرئيس هولاند الذي استغرق ما يقارب ساعة، قال الحريري: شكرت الرئيس هولاند على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان وسيادته واستقلاله، كما شكرت الرئيس الفرنسي أيضا على موقف باريس بالنسبة لقوات الطوارئ والجنود الفرنسيين الذين يتعرضون لضربات من خلال القيام بعملهم، كما شكرت الرئيس هولاند أيضا بالنسبة لموقفه حيال موضوع المحكمة الدولية وعملية اغتيال والدي وكل شخصيات 14 من أذار. وتطرقنا أيضا إلى موقف فرنسا من الأزمة السورية والدعم الذي تقدمه فرنسا ضد النظام السوري الذي يقتل كل يوم الشعب السوري. أعتقد أن هناك جهد كبير تقوم به فرنسا في هذا الصدد، والكل يجب أن يعمل من أجل توقيف بشار الأسد وكي يكف ويتوقف عن قتل شعبه وارتكابه جرائم ضد شعبه. تحدثنا أيضا عن ضرورة أن تتوحد المعارضة السورية، فموقف فرنسا يطالب بتوحيد المعارضة السورية، والكل يجب أن يعمل على هذه الفكرة حتى يكون هناك أمل لهذا البلد ولشعبه الذي يعاني الكثير. ولدى سؤاله عما إذا كان لمس التزاما من قبل الرئيس هولاند بهذا الخصوص، أجاب الحريري: يعني لا شك أن فرنسا من أول الطريق أخذت موقف واضح وصريح أمام العنف اللي بيصير في سوريا، والرئيس هولاند كان موقفه كمان أيضا واضح. العبرة بالعمل، وأظن فرنسا يعني مع كل الأمور اللي عم نشوفها ومش اللي عم نشوفها واللي مش هخبركم إياها، عم تعمل كثير عشان تساعد الشعب السوري. وتأكدت اليوم أن الرئيس هولاند فعلا يقوم بدعم الشعب السوري بأقصى جهود. وسئل الحريري: أشرتم في جريدة لوموند من أن سلاح حزب الله يذهب إلى الجيش السوري وله تأثيرات، فأجاب: نعم، أنا أؤكد أنه الحزب عم يلعب دور غير ناضج فيما يخص الثورة السورية. لا يمكن أنه نحن نقبل أي لبناني يروح يقاتل مع هذا المجرم، ويجب على حزب الله أن يرتدع ويوقف ما يفعله من إرسال سلاح ولا مقاتلين إلى سوريا. نحن إذا في موقف سياسي بدعم هذا النظام يأخذ الموقف الحزب، بس أما أنه يقتل الشعب السوري هذا بيكون جريمة. ولدى سؤاله عن سياسة النائي بالنفس، أجاب الحريري: أنا قلت بالنسبة للنائي بالنفس هذا موقف يعني البعض بيقولوا عنه عاقل، ولكن النائي نفس بالنفس وبعدين قرى لبنانية تقصف من قبل الجيش السوري النظامي، هذا غير مقبول. نحن مع أن يكون في موقف لبناني واضح وصريح مع الشعب السوري ضد النظام، وأنا ضد سياسة النائب النفس. وعن توقعاته بالنسبة لمهمة الإبراهيمي، قال الحريري: أعتقد أن الإبراهيمي لديه مهمة صعبة جدا ومستحيلة، مضيفا أن الإبراهيمي قال أنه مع الشعب السوري وبالتالي عليه أن يعمل كل ما يمكن من أجل إنقاذ الشعب السوري، وإذا نجح في ذلك فعليه أن يعمل لإسقاط هذا النظام، وسيكون ذلك شيء جيد للشعب السوري. ملفات عديدة ألقت بظلالها على مباحثات الرئيس الحريري مع الرئيس هولاند في قصر الإليزي، بدءا بملف العلاقات اللبنانية الفرنسية إلى الوضع في سوريا، حيث أكدت باريس وقوفها إلى جانب لبنان، معربة في نفس الوقت عن تخوفها من تداعيات الأزمة السورية على الساحة اللبنانية. منى سعيد لتلفزيون المستقبل من قصر الإليزي.